بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سعيد أن أكون معكم في هذا الملتقى الهام الذي يتداول في قضية مهمة, هي قضية العمل الإنساني والطوعي الذي أصبح يزداد أهمية مع تطورات العالم الحالي وبالذات في منطقتنا العربية الإسلامية على وجه الخصوص. والموضوع الذي يطلب مني الحديث عنه هو موضوع متشابك جدا. كما قالت الأخت المقدمة, أنا سأواصل ما ذكره الأستاذ وضاح خنفر. هو تكلم عن البعد الدولي كله, تعقيدات العالم الحالية الموجودة, وأنا سأحاول أن أربط هذه التطورات في العالم بتطورات العمل الإنساني الدولي والعمل الإنساني الإسلامي لحد ما. وأنا أعتذر مقدما أن حديثي قد يكون في بعض الأحيان متداخلا وبعض الأحيان غير مفهوم وبعض الأحيان يحتاج إلى تفسير أكثر, ولكن حقيقة هذا هو واقع العلاقات الدولية. أنت رأيتم واقع العالم الآن, واقع العالم الآن سيء جدا, يصعب التنبؤ به, ما معروف يصير على فين, وهذا بسبب السياسات الدولية نفسها غير معروفة الموجودة. ولذلك نحاول إذا, إذا, إذا شطحت بعض الشيء أرجو أن تفهموا في هذا السياق وليس في السياق الانجذاب الصوفي يعني أبدا. طيب, أنا حقيقة سأقص مجموعة قصص عسى تكون بعض القصص فيها عبر بالنسبة لنا في سياق المنظومة الدولية, وسأحاول أقدم بعض التحليلات وسأترك الباقي إلى أسئلتكم, وأرجو من خلال الأسئلة والحوار أن نوجه النقاش لما نريد أن نوجهه إليه. أقول بسم الله. كلنا نعرف أنه في العام 1863 كان هنالك رجل أعمال سويسري يذهب في رحلة بالبر, وجد معركة كبيرة جدا سان سالفرينو, وبعدين وجد حالة إنسانية صعبة جدا, وتأثر ذلك بحكم البعد الديني في الناس في ذلك الوقت, وقرر أن يحاول محاولة ما لمساعدة ضحايا الحروب والنزاعات. الفكرة هذه تطورت باختصار, أنشأت واحدة من أكبر المنظمات الدولية الموجودة, الصليب الأحمر الدولي, وأصبحت يتعاظم دورها باستمرار هذه المؤسسة. ولكن عندما اختار لها اسم وشعار اختار لها اسم الصليب, وذلك ربط بين الدين وبين العمل الخيري وبين استعطاف الناس. هذه المعلومة دعونا نضعها في الهامش, سنحتاج إليها في وقت ما. و استعطاف الناس بالدين ليس للدين المسيحي الديان كلها على فكرة. عندي صديق في هذه القاعة, أنا لا أريد أن أذكر اسمه, تعرفونه جميعا, يقول أنا دائما أقرب طريقة لجيب المانح أن تخاطب الخطاب الإسلامي والديني. وكنت أقرأ في تقرير جيبينز العطاء بتاع أمريكا السنوي, مرات تجد أنه أكثر من 70% من العطاء بيجي من أفراد للوازع الديني بتاعهم الموجود. لكن النقطة الأولى بنضعها في الهامش ونرجع لها بعدين, هذا البعد. طيب, نتحرك شوية في القرن الثامن عشر, بداية القرن التسعة عشر, بالذات في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأت حملة الاستعمار للعالم الإسلامي كله. الاستعمار كله يا إخواننا, المسيحية بمعناها المسيحية كقوة مجتمعية ما كانت موجودة في المنطقة العربية والإسلامية جنوب الصحراء أصلا. كانت في مصر النوبية, كانت في جنوب في شمال السودان النوبي, كانت في جزء من العالم العربي, لكن جنوب الصحراء ما كانت موجودة. تعرف أن الاستعمار الغربي المسيحي, الاختيار الغربي الفرنسي والبريطاني على وجه الخصوص, كانت تدخل الجيوش معه ومعها قساوسة, استنباط المعنى الديني عشان يسترحم الناس بعد ذاك. وجاء من ذلك الوقت استخدام الدين كعامل, سأضعه أيضا على الهامش لأنه حتكلم عن القوة بعدين, القوة المؤثرة في العالم كله, والدين حيكون واحد من هذه القوة. إذا مشينا شوية, أنا داير أقص قصة مهمة جدا في كتاب اسمه الانهيار الاقتصادي للأمم, كتاب ظهر في السبعينات وكتاب مهم جدا, الثمانينات تقريبا, كتاب مهم جدا. الكتاب يروي قصة مهمة, يقول في 51-52 الرئيس مصدق, الرئيس الوزراء الإيراني السابق مصدق, عندما أمم البترول من بريتش بتروليوم, وهو يكتب في كتاب القصة بالتفصيل كبير جدا, يقول المخابرات البريطانية وجدت أن بريطانيا فقط مصلحة كبيرة جدا بفقد البترول الإيراني, ولذلك توجهت إلى CIA بأنه هنالك مشكلة في إيران وعندنا مصالح كبيرة تعطلت بسبب هذا الرجل, ماذا نفعل؟
هم عملوا سلسلة أشياء، لكن أهم حاجة فيه هو يقول أنه أرسل، هو نفسه أرسل للسفارة الأمريكية في طهران، وكانت مهمته الأساسية إنشاء منظمات مجتمع مدني تبدأ تشويه صورة مصدق عشان تمهد للثورة الموجودة. دي اللي هي تبلورت وصلت في 53 الثورة الإيرانية الموجودة، استخدام منظمات غير الحكومية الطوعية في تحقيق مصالح اقتصادية بالنسبة للدول. نضع أيضا هذه المعلومة على الهامش لأنها تكون مهمة بالنسبة لنا. ننتقل شوية، أنا بمشي فترات زمنية بعيدة في التاريخ لكنها ضرورية ومهمة. الذين يقرؤون التاريخ السياسي اللي هم بيفهمون هذا الموضوع، والذين لا يقرؤون يعذرونني، أنا لا أود أن أتكلم بالتفصيل لأنه التفصيل يأخذنا وقت طويل والوقت عندي محدود بالنسبة لكم. طيب، جينا الحرب العالمية الثانية الأولى والثانية. في الحربين دول يا إخواننا بالذات بعد الحرب العالمية الثانية بدأت المنظومة الدولية بتاعت العمل الإنساني المعروفة تنشأ في هذه المرحلة، في مرحلة الحرب العالمية الثانية، وقامت أول ثلاثة منظمات كبيرة للأمم المتحدة تعرفونها مش كده؟ أول ثلاثة منظمات نشأت يونيسيف ومفوضيع عليا اللاجئين برنامج الغذاء العالمي. لكن يا إخوان نشأت لمين؟ أنت عارف أنه لما نشأت اليونيسيف سي آر كان المانديت بتاعها 3 إلى 10 سنوات تنتهي مشكلة اللاجئين في أوروبا وتحل المنظمة، كان هذا الصدر بتاعها. اليوم أصبحت واحدة تتجاوز عشرات 26 مليون لاجئ وبعدين أكثر 100 مليون نازح. وطيب هل المشكلة الأوروبية انتهت لكن المنظمات استمرت؟ هل المنظمات أحيانا عشان تكسب وقود الاستمرار كانت تحاول تخلق ظروف تمهد لوجودها في العالم؟ صحيح ولا لا؟ نعم نعم صحيح؟ أنا ما قلت كده طبعا، قلت أنتم. أنا عندي بحث دار أقول أنه المشاركون في هذا الملتقى قالوا أن المنظمات تمهد لنفسها بخلق البيئة المناسبة لاستمرارها. وأستاذ هاني قال صح. طيب، لكن يا إخواننا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. المفوضية العليا اللاجئين، قد برنامج الغذاء العالمي للمجاعة، نشأ لمعالجة مشكلة أوروبية صحيح؟ على تفكير أوروبي من عاملين أوروبيين صحيح؟ طيب نرجع كده نقلب الصورة طوالي، هذه بالخمسينات 1955-60 كم عدد اللاجئين السوريين؟ زيرو. كم طفل يمني مصاب بالمجاعة؟ زيرو. كم لاجئ سوداني كانوا موجودين في جنوب السودان ولا في تشاد ولا في مصر؟ زيرو. كم لاجئ أفغاني كانوا موجودين؟ لا شيء. هل هذه مشكلتنا؟ ما هي مشكلتنا يا أخواننا، ما هي مشكلة العالم الإسلامي، هذه مشكلة أوروبية. طيب انتهت الحيثيات الأدت إلى هذه المنظمات، وانتهى الدافع لقيام هذه المنظمات في ذلك الوقت، ولكنها ظلت مستمرة وانتقلت إلى العالم الإسلامي بالعقلية والغربية وبالتفكير الأوروبي. يا أخواننا هذا المنطق لا يستقيم أبدا. ما أنت إذا كان دار تخلق تعمل مشكلة تحل مشكلة في مجتمع معين بعقلية معينة، المجتمع الآخر ذو ثقافة وتاريخ وواقع اجتماعي وطريقة علاقات مجتمعية بين الناس وخلفيات ثقافية ودينية مختلفة عنك، اللي يقدم الخدمة اللي هناك ما يصلحوا، الفكرة ما تصلح هنا، لماذا لم تتغير سوى المنظمات؟ أنا ما قلت هذا. طيب يبقى يا إخواننا إحنا عندنا حاجة مهمة جدا، أنه المنظومة الإنسانية العالمية النشأت بعد الحرب العالمية الثانية استفادت أغراضها. يبقى لو عايزين نعيد صياغتها من جديد، وده الكلام اللي قلناه في القمة الإسلامية في إسطنبول في 2015، ينظر فيها في التكوين بتاعها، في الفلسفة بتاعتها، في العاملين فيها، لأنه يا إخواننا البعد الثقافي في تقديم العون الإنساني بعد مهم، وهذا غير موجود في المنظمات الإنسانية الموجودة وشكلها الحالي. طيب دي منظمات الأمم المتحدة، ونضع هذه المعلومة على الهامش، حنستأجل لها بعدين في الكونكلوجن الممكن نعملها. لكن بدأت تتدخل في الكوارث الموجودة، المجاعة، النزوح، اللجوء الموجود في أوروبا. من فين جابت الفلوس؟ أوروبا كانت ما فيها فلوس. من فين جابت الفلوس؟ جابت من مصدرين مهمين جدا. مصدر أول العالم الثالث، وهو كان استعمار. مصدر استعمار أخذ فلوس العالم الثالث عشان يحول أوروبا، مش كده؟ يبقى لما كانت هنالك الأزمة الإنسانية الكبيرة جدا الموجودة في الغرب، المال جاي من العالم الثالث لأنه كله كان مستعمر في ذلك الوقت. الخيرات كانت تمشي لهذه المنطقة، كانت تمشي لأوروبا كانت. والبعد الثاني يا إخواني هو بعد مهم جدا. أنتوا قبل فترة أنا أفتكر في أستاذ وضاح ولا قبله تكلمنا عن مشروع مارشال صحيح؟
تكلمنا عن مشروع مارشال في البعد الاقتصادي، ليه ما تكلمنا عن مشروع مارشال في البعد الإنساني؟ وكان بعد الإنساني بعد مهم جدا يا أخواننا. إخواننا مشروع مارشال حقيقة كان عبارة عن أكبر مشروع مخطط لاستمالة الدول اقتصاديا إنسانيا اجتماعيا للدخول في الحلف الأمريكي. كان هذا واضح جدا فيه. يبقى استخدام المنظومة الإنسانية الاجتماعية أيضا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول أو لقهر الدول بشكل أو بآخر. وبعدين خط المعلومة دي على هامش، معلومة مهمة جدا، لأنه بعدين أخواننا هنلاحظ قهر الأمم بقى مشكلة كبيرة جدا في المنظومة الإنسانية الدولية الموجودة حاليا. حاليا بنعاني منها نحن، بقت منظومة كبيرة جدا. إذن في أوروبا يا أخواننا المعلومة المهمة أنا دارجة في عندها، المنظمات دي كان بعد إنساني هو حلوا المشكلة خلاص، ما في مشكلة لاجئين في أوروبا الآن، مشكلة مجاعة، مشكلة طفولة، متحلت المشكلة وأخذت بعدها الإنساني لأنه عملها الأوروبيين للمجتمع الأوروبي بالتفكير الأوروبي. لكن ليش ما حلت المشكلة في العالم الثالث؟ أنتوا إحنا أنا بذكر مرة عملنا دراسة عن الصومال. الصومال يا إخواننا من سقوط سيادة بري في 90 لغاية المجاعة في 2011 في الصومال، صرفت الأمم المتحدة 55 مليار دولار على الصومال. 55 مليار، انت يو نو 55 مليار دولار، مليار دولار لو بلدي كله صومالي مليون دولار كان حلت المشكله، بقى اغلى بلد في العالم، يبقى المال مش فين يعني. يبقى ليش المنظومه نجحت هناك وما نجحت هنا؟ نعم ممكن البعد الثقافي، لكن يمكن البعد الاخر بعد قهر الامم، قهر الامم. طيب دي كانت منظومه الحرب البارده الموجوده. لكن يا اخواننا في طوال فتره الخمسينات والستينات المشكله دي كانت موجوده، مشكله اوروبيه. دول جونا كيف يعني؟ المشكله جاتنا كيف؟ رجعت كيف للعالم الثالث؟ جات العالم الاسلامي، جاتنا من وين؟ جات 200 يعني المنظومه دي. منظومه يا اخواننا جات بعد استغلال الدول الاسلاميه اللي هي نشاه الدوله القوميه في العالم، العالم الاسلامي. وما نختلف على الدولة القومية أو نتفق، نشأت الدولة القومية وانتهت الخلافة الإسلامية وانتهت بالطريقة اللي قلناها في المؤتمر الفات، من لا يتمزق قلبه ويحزن على انهيار الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية ليس له قلب، ومن من من يريد أن يعد الخلافة الإسلامية ليس له عقل يعني. لكن هي انتهت وقامت الدولة القومية الحالية الموجودة التي تحكم العالم الإسلامي. وبدأت بعد ذلك مع هذه الدولة مرحلة الانتقال. كيف انتقلت؟ جاءت من فين؟ انتقلت كيف المنظمات؟ انتقلت من قضية غربية لغاية العالم الثالث كيف؟ انتقلت إخوانا أنه لما جاءت بلدانا في مرحلة الاستغلال صاحبتها قضية مهمة جدا، هي قضية النزاعات. تذكر النزاعات الكبيرة في الستينات بالذات، حرب الكونغو، بيافرا، حرب جنوب السودان، بداية المنظومة دي، الاضطراب اللي حصل في الشام، وبعد ذلك جاب حزب البحث، بعد ذلك أجروا التخريج السياسي لهذه المنطقة. جاءت النزاعات. النزاعات تولد ماذا؟ النزاعات تولد ثلاثة حاجات، تولد اللجوء، النزوح، تولد الأزمات الإنسانية المختلفة الموجودة. إذن البيئة اللي كانت في أوروبا خلقت في العالم الإسلامي عشان تنتقل المنظمات، تنتقل للعالم الإسلامي يا أخوانا، it's obvious. طيب لكن لما جاءت تقدم المساعدات قدموا بصورة very professional. ليش قدموا بصورة professional؟ لأنه يا أخوانا عندما استغلت الدول، كل الناس بيقولوا العلوم السياسية دي معلومة معروفة للناس، عندما استغلت الدول بدأ مبدأ مهم جدا في العالم اسمه مبدأ السوفرينتي، مبدأ السيادة. مبدأ السيادة كان موجود بيقول أنه الدولة صاحبة الحق في أرضها، في شعبها، في نطاقها الجغرافي دي، إذا كان بري ولا بحري ولا جوي هي مسؤولة عنه في النهاية، ولا تتدخل أنت إلا بإذن الدولة ولا باتفاقية مع الدولة. ولذلك مسألة السيادة لما جاءت في مرحلة الحرب الباردة حالت دون أن المنظمات تعبس بمقدرات الأمم، وكان كل اللي شفت المساعدات اللي حصلت للقرن الأفريقي مثلا في المجاعة بتاعته ما كان بيتم إلا بتدخلات الدول. أنا أعرف التجربة بتاعتنا السودانية حصل فيها إيش، وأنا بعمل نموذج عشان أقول الحكاية انتقلت كيف، كيف تكسر مفوسيات، كسروا بأي صورة للصور. طيب لكن يا إخوانا إحنا قلنا منظمات الأمم المتحدة نشأت لأنه مشكلة أوروبية. المنظمات الأوروبية نشأت كيف؟ أصلاً أنتم عارفون نشأت كيف؟ كونسيرن، كير، MSF، كلها أربطوا النزاعات الجارية في العالم الإسلامي والمنظمات مباشرة، مباشرة. بيافرا نشأت فيها منظمتين غربيات كبيرة جدا، كونسيرن وMSF. حرب إثيوبيا نشأت فيها منظمات أخرى. هذه نشأت بالأزمات اللي حصلت
الخلقت حالة الاضطراب الموجودة في المنطقة دي. الأزمات دي نشأت منظمات وقامت بقت منظمات كبيرة كان شغالة هنا لكن شغالة بالعقلية الغربية لخدمة أهداف ما بوجه إنساني، لأنه الدين بيحرك الناس. أنا قلت في التجربة هنري دونان، ولذلك بدأت تعمل في العالم، لكن ظلت مشكلة السيادة تحول دون هذا الموضوع. مشكلة الثانية كانت تحول دون طبعا هي شنو؟ انقسام العالم، مش كده ما كان البيبولار، يعني العالم كان الثنائي القطبية، كان فيه البعد الاتحاد السوفيتي ومجموعته والأمريكا ومجموعاتها، أنت مع الغرب تفعل ما تشاء، أنت مع الاتحاد تفعل ما تشاء، فالمنظومة كانت بهذه الصورة. لكن يعني المنظومة ساعدت في أنه العمل الإنساني دخل إلى العالم الإسلامي بمنظمات غربية كبيرة عندها ريسورسز، عندها إمكانيات، لكن كانت تحترم سيادة الدولة وتشتغل عملها في إطار سيادة الدول الموجودة. طيب، لكن بعد ذلك حصلت مسألة مهمة جدا، كانوا يروا بأنه لابد أن يتحطم مبدأ السيادة، لأنه إذا ظل مبدأ السيادة موجود حتظل الحواجز موجودة لهذه المنظمات أنها تعمل. طيب، هو سموها NGOs ليش؟ ليش بده يسموها NGOs؟ هي NGOs تعبير لشنو؟ Non-governmental organization، لكن الصحة بيقولش Non-governable organization، مش كده Non-governable. لكن هل هي Non-governmental؟ هل المنظمات هي Non-governmental؟ تعبير صحيح؟ تعبير ما صحيح. طيب إخواننا، الآن الـ NGO تستطيع أن تعمل في دولة بدون إذن الدولة، بدون اتفاقية مع الدولة، بدون احترام قانون النظام الداخلي للدولة، بدون التنسيق مع الدولة في الأولويات، ما استطيع أن تعمل. إياه التعبير ما كان صحيح أصلا. عشان كده الاتحاد الأفريقي بيقول Non-governable organizations. الاتحاد الأفريقي عندهم مصطلح معروف بيقول المنظمات الغربية Non-governable. لكن المصطلح ده بعدك عشان كده قاموا طوروا سموها المجتمع المدني، عشان وسعوا المصطلح بطبق كبير، وبعدين سموه المنظمات الإنسانية عشان يدوا شوية تميز لهذه المنظمات، لأنه بالنن بالNGOs ما بتشتغل، لأنه حتكون عندها مبادئ بتحدها بعدك في عملها. طيب، تطورت النزاعات في الدول العالم الثالث، في الدول العالم الإسلامي، والنزاعات ولدت كوارث كبيرة جدا، وبقى تصهرت حاجة مهمة بتموها Trans-border humanitarian problems. زمان كان أنت ممكن تقول عندي مشكلة مع النازحين السودانيين طلعوا من دارفور راحوا إلى شرق السودان أو إلى جنوب السودان، ما هذه مشكلة داخل الدولة مش كده؟ لكن لما يكون راحوا تشاد، لما يكون راحوا مصر، لما يكون راحوا إثيوبيا، بقت Trans-border، فخلاص بقت الحكاية توسعت شوية. وبمناسبة المعلومة دي أنا حبني عليها معلومة بعدين اللي قدام، أنا من بوري صوري أنا بخفز على الأشياء بغبز كبير جدا لأنه الوقت ما بسامحنا في هذه القضية. طيب، بعدين قاموا بعد ذاك بقينا نتساءل أنه إحنا كيف نستطيع كمنظمات غربية كبيرة يكسر مبدأ السيادة. وده يا أخواننا دخلت فيه الأمم المتحدة في 1988، طلع قرار مشهور جدا 131/43 حول المساعدة الإنسانية ضحايا الكوارث. القرار ده بيقول شنو؟ إن بقاء الضحايا دون مساعدة يمثل تهديد لحياة الإنسان ومساسا بالكرامة الإنسانية. يبقى طالما بقى فيه اللي هي البعد الإنساني والفاكتور الإنساني داخل، تستطيع أنت أن تتجاوز الدولة وتستطيع مباشرة أن تدخل في مساعدة الناس مباشرة بدون إذن الدولة. بدت عمليات إخوانا كبيرة جدا. إحنا في السودان عندنا في 88 بدأ عملية كان خطيرة جدا اسمها Lifeline Sudan. Lifeline Sudan لأول مرة تنتهك مبدأ السيادة في العالم الثالث ناسه وفي داخل السودان باتفاقية شريان الحياة Lifeline Sudan. لأنه الاتفاقية قالت إيش؟ فهي قالت أنه المنظمات لها الحق أن تشحن الإغاثة مباشرة من أي مكان وتنزلها في المكان المطلوب دون إذن الدولة السودانية أو دون تفتيش من الدولة السودانية. مش انتهك المبدأ السيادة واضح. أنا حجيب معي إيش؟ بلاوي، حجيب مساعدة إنسانية، حجيب سلاح، حنقل جرحى، حعمل ما شاء. والمبدأ بدأ يتطور يا أخواننا بعد ذلك بشكل كبير جدا. المبدأ ده يا أخواننا ظهر كسر مبدأ تنظيم الدولة للمجتمعات المحلية. طبعا تنظيم المجتمعات المحلية ده كله دولة عندها طريقة لتنظيم المجتمعات المحلية،
انت زرت مخيم داداب بتاع الصومال؟ انت بزرت كل مكان، ما انت برا، ما انت برا من الساحه خلاص، انت برا. مين زار بالامس معسكر داداب؟ في زار معسكر كاكوما للاجئين الجنوبيين السودانيين في اوغندا. في كتاب اسمه هو قبر السودان، من يحكم السودان، طلع في نهايه التسعينات، بيتكلم عن مشكله المنظمات دي. قال هذه المنظمات استطاعت ان تنشئ لوحدها بنيه اجتماعيه داخليه تنظيميه تختلف عن البنيه التقليديه الاجتماعيه الثقافيه الموجوده في السودان. استطاعت هذه المنظمات ان تنشئ بنيه اجتماعيه ثقافيه داخليه في داداب تختلف عن البنيه الصوماليه تماما، وتديرها هي كمنظمات ولا يديرها احد اخر، ما كان بتديرها الامم المتحده ولا كان بتديرها هي المنظمات لوحدها. طيب باقي ايه في السياده مره ثانيه يعني؟ ما فيش حاجه مبدا موجود. ولذلك اخوان داير يقول انه شوف المبادئ دي كل مره تتحطم شويه شويه شويه، وبيجدوا تبرير بالنسبه لها، وممكن التبرير يكون على مستوى الامم المتحده لانه انا ذكرت فيه بعض النماذج. ولكن ارجوكم ادرسوا تجربه داداب وتجربه كاكوما، لان التجارب كتب عنها كثير. هذه التجارب على فكره الناس اللي بيهتموا بالتطور العمل الانساني في جانب الافريقي وكذا. طيب يبقى ببداية لايف لاين السودان وعملية الإسقاط الجوي، وفي تجارب كثيرة كتبت عن هذا الكلام. إخواننا بدأت حاجة مهمة جدا، بدأ استخدام العامل الإنساني للضغط السياسي على الدول مباشرة. القمح سلاح ولا ما سلاح؟ of course obvious. كيف بدأ القمح سلاح؟ إخواننا أجروتي في كتاب كتب عن القمح كسلاح سياسي للدول، وبناسبة as early as 58، وبتكلم عن تجربة أنا عشتها. التجربة هذه في السودان، أنا أحكيهم تجربة في السودان عشتها. الجنرال إبراهيم عبود رحمة الله عليه في 58-64 حكم العسكري الأولى في السودان، كان عنده موقف وطني جدا، كان ضد الغرب بشكل عام، يعني عنده نوع من القومية السودانية. الجيش كله عنده القومية السودانية يعني، والقومية الوطنية عند الجيوش كلها طبعا العربية والإسلامية. طيب ما كان في الأمريكان في 62 بدوا يدخلوا للسودان وجابوا المعونة الأمريكية اسمها USAID حاجه كده. نعم. طيب جات المعونه، بعدين السوداني كان ياكل الذره والدخل المنتجات المحليه السودانيه مع يعني. طيب قام قال ليش بتاكل الخبز؟ انتوا كل القمح الخبز شيء جيد، مش معروف الخبز كان غالي. عملوا مساعدات انه تعطي الدوله 10 سنوات الخبز القمح مجانا عشان تعلم الناس كيف ينتج الخبز. وانت تخيل 10 سنين تديك خبز مجانا وبعدين يدوب على شبه اسعار زهيده جدا. لكن تخيلوا المنظومه دي من 62 لغايه 2014 2015 اصبح الخبز غذاء رئيسي حتى للريف السوداني، ومساله كانت مؤسفه جدا. سياسه طويله المدى. انا مره مشيت زرت قريتنا تبعد 600 كيلومتر من الخرطوم. انا طالب صغير اكل الذره يعني والذره الشامي والدخن وكذا يعني المنتجات المحليه عندنا. بعدين جاء الفطار وقول لي اختي الفطور، قلت والله رحنا نجيب الخبز لسه الخبز ما جاء. بقول له انتوا بعيدين من الخرطوم الخبز ليش؟ قول لي لا بناس الخبز ارخص، لانه انا عشان اجيب ما تعرف الفحم بكم واجيب الغاز بكم واجيب كذا احسن لي اشتري الخبز جاهز من الفرن. تغير عادات الشعوب تغيير كامل، مش هذا فيه بعد شويه انت بتكون تمتلك. ليش هسه اوكرانيا حرب؟ انا استغربت حرب اوكرانيا دي يا اخواننا. الاتحاد الافريقي وبعدين الرئيس مكيسار رئيس الاتحاد ورئيس المفوضيه يروح يتكلم عن مشكله القمح في افريقيا. ايش مشكله القمح في افريقيا؟ ليش؟ ما هو كل منتجات محليه ياكلها الناس، ليش مشكله القمح؟ لانه على مدى زمن طويل جدا اصبح العون الانساني مهما كان اصبح سلاح للضغط السياسي بصوره واضحه جدا. ثم يا اخوانا بدات راح انتقل طوالي الى نهايه الثمانينات القرن الماضي، بدات مساله التدخل الانساني في الدول مباشره. بدا التدخل الانساني ليش؟ تذكروا انا اديكم ثلاثه كيسز معروفه جدا بيدرسوها الناس. واحد البوسنه والهرسك والازمه اللي حصلت فيها، ثاني الازمه الصوماليه والروانديه. اديل التدخل الدولي انا عشان اقول باختصار شديد جدا، تدخل الدول كلها طبعا انتهى. هذا طبعا بطرس غالي اسس التدخل الصومالي، مش كده؟ خلوا تدخل الصومالي ده اسس بطرس غالي في دورته هو، بعدين انقلب على السحر طبعا.
لكن دار أقول أنه التجربة التدخل الدولي المباشر الإنساني أدى إلى حالتين من الأزمات اللي بيسموها الإبادة الإنسانية في رواندا وفي البوسنة والهرسك، وأدى في النهاية إلى فشل الدولة الصومالية تماما ودخول حرب العصابات اللي استمرت في الصومال حتى الآن تبعاتها موجودة، لأن التدخل ما كان قصده من الدخول، كان قصده أنه خدمة مصالح عليا كبيرة في هذه الدول أو تنفيذ أجندة وبرنامج سياسي كبير لهذه الدول بشكل بآخر. أنا أرجو أن أكون ما زلت في الزمن لكن سأختصر حديثي بصورة أسرع. طيب، العون التدخل بتاع المنظمات نفسي يا أخواننا تطور بشكل غريب جدا. أنا قبيل قلت في عشان أستدعي الهامش، أنا قبيل قلت في أوروبا المنظمات دي كانت تقدم الدعم الإنساني مباشر وكان كويس تقدم الدعم المباشر يعني. طيب بعدين لما جو مع السيادة كان بيقدموا الدعم مباشر بالنسبة للعالم الثالث مباشرة، لكن بعد شوية قالوا إحنا ما مهم إحنا نقدم الدعم، يعني قالوا الله يكرمك الإنسان يختلف عن الحيوان الله يكرمكم، الإنسان ده أنت ما ليش تقدم الدعم دائم، أنت تبني قدرات الإنسان يعني كده المفهوم قام انتقل. أنتوا لاحظتوا من التسعينات المنظمات الغربية ما تقدم مساعدات كثيرة، تقدم تتدخل عبر تنمية القدرات، تمليك المهارات للناس، بناء القدرات، التدريب والتأهيل للشباب، وده عمل فيها مشاكل كبيرة جدا في الدول طبعا. لكن المنظومة تغيرت، بقت منظومة تقدم مساعدات تقول خلاص لا أنا الآن أبني قدرات الناس الموجودين وكذا. بعدين في الألفينات تغيرت إلى مفهوم شيء، طيب إحنا منظمات نحن نعرف كيف نقدم المساعدات ونعرف ماذا يحتاج الإنسان ونعرف ندرب الإنسان، لماذا لا نؤثر في صناعة السياسات المتعلقة بقضايا التنمية والقضايا الاجتماعية في العالم؟ أخوانا الجندر عمل مشكلته مين؟ مش كده؟ مشكلة الاتفاقية بتاعت سيداو عملها مين؟ ما في قضية كبيرة دولية تحصل إلا تجتمع المنظمات تتخذ قرار فيها والدول تمشي مع قرار المنظمات. المنظومة اللي سنت تطور كبير جدا بهذه المرحلة يا أخوانا، وكل مرة بتعمل نفسها أهداف جديدة تفرضها هي، وبعد ذلك الأهداف دي بتبقى مع الأسف أهداف ثم جاءت بعد ذاك القضية بين الربط بين الإغاثة والتنمية، مش كده؟ والربط يا أخوانا جربت أنتوا شوفوا، أنا بعدين حتكلم عن مصطلح أختم بول الكلام بتاعي، لكن الربط جاء بشكل غريب جدا. إحنا كنا نتكلم عن مساعدات كان بيسموه ريليف، مش كده؟ بعدين قاموا ابتكروا حاجة يسموها ريكفري، أنا ذاتي ما في ريكفري يعرف شنو يعني، قاموا ابتكروا حاجة اسمها ريكفري. بعدين إحنا قبل ما نفهم ريكفري شو قال لا 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 هو في إيرلي ريكفري وليت ريكفري، يعني ريكفري ذات درجات شويه كده يعني عشان تقعد فتره طول كده، الايرلي ريكفري يعني حاجات سريعه بسرعه كده للناس، وليت ريكفري يعني خذ براحتك كده شويه بعدين تجي ديفلوبمنت. يا اخواننا المصطلح بيجي داخل بعد شويه، شوفوا في الخمس سنوات القادمه حيكون المصطلح ده كله تغير تماما، ما حيكون ثاني في اسمه ريليف ولا كده، حيكون ديفلوبمنت شامل للانسان في حاله الطوارئ وفي حاله، وعشان تخش قضيه التنميه المستدامه والتنميه الشامله وتنميه الانسان وتنميه الكل، المصطلح يتغير بشكل شديد جدا ونحن بعيدين عن المصطلح. انا حاختم كلامي بقضيه المصطلح. احنا يا اخواننا بالكلام ده دار اقول ايش؟ دار اقول نحن نتكلم عن منظومه متكامله، منظومه عسكريه، سياسيه، انسانيه متكامله، اصلا المنظومه تكمل بعضها البعض، تمشي كده مكمل بعضها البعض. لو تكلمنا عن جوزيف ني وتكلمنا عن القوى الناعمه، كم مرة ذكرك وتقول نعم إخوان، القوة الناعمة ما هي القوة الإنسانية لوحدها؟ القوة الناعمة دي مصطلح واسع جدا. القوة الناعمة هي الثقافة، هي الموسيقى، هي المسرح، هي الببليك ريليشنز القوية مع الناس، هي الفيجرز اللي بنعملها جديدة للناس تكون إيدولز وهكذا. القوة الناعمة العمل الإنساني واحد منها، ولكن بقت قوة البعض أصبحت هي القوة الآن تسيطر على العالم وتديره بشكل كبير جدا. يا إخواني الأعزاء الله يرضى عليكم، المنظمات دي اسمها قوة ناعمة. شوف عندك منظمة أعمالها قوة ناعمة، القوة ناعمة عن شنو؟ أنت هسه لو قدرت تزور لك بلد، يعني خير لو عندك جواز سوداني وعندك جواز بريطاني ولا عندك جواز أمريكي، ما في دخل بين الحكاية دي، ما فيش يعني. أنا هسه أكون مسافر حتى أجيب في المطارات ويسألوك وعندك علاقتك بالإرهاب إيش وطلعت، لكن لو عندك جواز كذا كندي ولا بريطاني، أنت خلي عندك اسم جميل لمنظمتك، خلي عندك أهداف جيدة بالنسبة لها مقبولة تحارب خطايا الناس، لكن أهداف الناس بيعملوها في الميدان ما بيعملوها بالأهداف والشعارات بتاعتهم، لأن this is how it functions، القوة الناعمة الموجودة اللي بتدير العالم بالصورة دي. إحنا يا إخواننا الخط الأحمر الرفيع ده بين المساعدة وبين التنمية وبين الريكفري بيجي خط كل مرة يتضاءل كما قلت حتى ينتهي. طيب المنظومة دي السياسية دي
ماذا ما هي مميزاتها عشان احنا نفيد منها ونختم بهذا الكلام ونصور اذا انا اطلت الكلام. طيب هذه المنظومه يا اخواننا منظومه لها امكانات ماليه كبيره جدا. احنا هسه بنكون مبسوطين انه والله الغاء الاسلاميه عندها 400 مليون يورو 300 مليون يورو، واحد يقول لي منظمتي عندها امكانات 150 مليون دولار. اخواننا اقروا التقرير الاعطاء الامريكي، شوفوا المنظمه بتاخذ كم. المنظمه عندها 10 مليار دولار، 5 مليار، مليارين، يتكلم عن مليارات الدولارات في قوه امكانيه ماليه كبيره، وفي قوه امكانيه ماليه كبيره. النظريه اللي قالوها في اليوم الاول بتاع الدكتور سيد استاذنا الدكتور سيد زناري، ان تنظر للمحيط وانت في التسط ولا في والمحيط امامك، يعني هي نظريه صحيحه طبعا، لكن يا اخواننا المحيط ده عشان تدخله في غيوط كثيره جدا حقيقه تحصل لك، وفي 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 اعاده فلتره كبيره جدا تحصل للمحيط، لكن دي منظمه عندها امكانيات خلاص هي جبرنج الان. طيب الناس دول يا اخوان عندهم تمويل دولي كبير، عندهم حمايه مباشره وغير مباشره، واحنا موظفنا عندها حمايه. انا في موضوع الحمايه ده قاعد اذكر مثال دائما اقوله. في 2007 2008 2008 افتكر حصلت منظمه فرنسيه اسمها أرش دو زوي. أرش دو زوي دي اختطفت ليترالي اختطفت اطفال من دارفور ومن معسكرات في تشاد، 200 طفل او اكثر من 200 طفل، وضعتهم في منطقة الشمال تشاد في بشي، وجاب الطيارة تأخذهم لفرنسا وبعدين قبضوها هناك، وجاء الرئيس دبي نفسه الله يرحمه، وبعدين عملت مشكلة كبيرة جدا وكده. طيب أنا قاعد أقول للناس نضع نموذج، أنا عم بتكلم عن حماية تكلم عن نموذج. طيب بقول لهم لو كان هذه أرش دو زوي منظمة سودانية أو منظمة مصرية أو منظمة دولة تانية، يعني دولة من دول يمنية سميها، كان أول شيء بيحصل وزارة الخارجية بتطلع بيان انه هذه المنظمة لا تمثلنا ونحن عندنا اصلا راي فيها من زمان، ولكن انتم باسم المنظمات سمحت لها بالعمل، افعلوا فيهم ما تشاءوا، هذا عمل لا يتنافق مع اخلاق الشعب اليمني والسوداني والمصري والليبي وكذا يعني. لكن يا اخواننا الحصل ايش؟ الحصل الرئاسة الفرنسية طلعت بيان قالت لا هذه منظمة ممتازة، دول اطفال كانوا حيموتوا وما عاوزين ينقذوا الاطفال من الموت. طوال الحماية. بعدين قام حصلت محكمة للناس دول وحكموهم بالسجن وما مشوا السجن. من السجن السفير الفرنسي قدم اتفاقية تبادل السجناء بين فرنسا وتشاد واخذوهم، لكن مش اخذوهم طائرة رأسية بتاعت الرئيس هولندا، مش هولندا، ساركوزي، واستقبلوا وراحوا بلدهم في النهاية. أنا أقول إنه الصلة هذه صلة الحماية هذه كانت صلة كبيرة جدا، ودي ميزة ميزت منظمات المجتمع الـ NGOs الغربية الموجودة. دول امتلكوا المصطلح. إخواننا أنا دائما أتكلم مشكلة المصطلح هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة ما سهلة. اليوم مصطلحات العمل الخير الإنساني كلها مصطلحات غربية، ما فيش دول بيتكلم مصطلحات غير غربية. يعني سهل لو سألتك قلت لك والله يا أخي كلمنا عن المناصرة، يعني المناصرة شنو؟ لا تقول أدفوكاسي، مش كده؟ الهشاشة، ما خلاص المصطلحات كلها. المصطلح بقى اليوم لو ما تكلمت هذا المصطلح انت مش معروف، ولذلك أزمة المصطلح فشلنا فيها بشكل كبير جدا. والسيطرة على كل الفاعلين، السيطرة على الفاعلين دي ليش؟ انا اديكم نموذج، قصة ثانية. انا لما كنت منظمة التعاون الإسلامي كنت مسؤول عن العمل الإنساني في منظمة التعاون الإسلامي، عملنا تحالف للصومال في المجاعة الصومالية، والدكتور هادي كان عنده دور كبير في ذلك جزاه الله خير يعني. ونحن عملنا شغل ضخم جدا في مناطق جنوب وسط الصومال، مناطق الشباب. ولو قريت تقارير مجلس الأمن الدولي في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2011 كلها تكلم عن منظمة التعاون الإسلامي والدعم اللي قدمته. في شهر 2 2012 زارت كلينتون، أفتكر كانت وزيرة خارجية أمريكا، زارت السعودية وطلبت لقاء مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين حسن أوغلو، واحد من أفضل أمناء عامين منظمة التعاون الإسلامي في تاريخها حقيقة. مش انا اشتغلت معه لانه عمل نغلب المنظمه كانت كبيره جدا. احسان جلسنا كلينتون حتقول ايش؟ قلت له عليك حتكلم عن عمل انساني، قال لي عمل انساني بتاع ايش؟ خلينا كده كلموا عن العراق عن السودان عن قضيه قلت له خلاص انا بعيد. كلينتون جابوا المحضر بتاعهم ثلاثه قضايا، العراق، اليمن، القضايا الانسانيه، بس هو المشكله كانت لانه. وبعدين لما جو في العمل الانساني قالوا والله عملكم الانساني ممتاز وعملتوا عمل كبير جدا، لكن اعملوا تحت إدارة الأمم المتحدة.
شفت البروتكشن وشفت هنا السيطرة على الفاعلين كلهم بشكل أو بآخر، المهنية وامتلاء قواعد اللعبة. الناس عندهم المهنية في النهاية مهما كان عندهم مهنية كبيرة جدا، ويمتلكوا قواعد اللعبة بشكل كبير جدا. طيب احنا هنعمل شنو عشان نختم بهذا الكلام؟ احنا بفتكر يا اخواننا، دعونا في تشتتنا ده يا اخواننا نتكلم عن حلف فضول جديد. دكتور عصام البشير جزاه الله خير المحاضر تكلم عن حلف الفضول. دعونا نتكلم عن حلف فضول جديد، نتجاوز قضايانا الصغيره ونتكلم عن القضايا الكبيره بتاعتنا في اطار الفورم بتاع هاني وغيره. دعونا نمشي بحلف فضول جديد لانه التحدي امامنا كبير جدا. نحن محتاجين نطور امكاناتنا الماليه بشكل او باخر، لا نعتمد على الدعم الاخر، نطور امكاناتنا الماليه. الوقف احسن وسيله تطوير. خذوا التجربه العثمانيه في الوقف، تجربه كبيره جدا، ونفتكر الوقف نظام ممتاز ممكن يفيدنا جدا في هذا الجانب. دعونا نتعلم المهنيه، لابد ان نكون مهنيين ايا كان راينا في التجربه الغربيه سيئه او جيده. هي تجربه مهنيه جدا، فيها شفافيه كبيره جدا، فيها علمية في طريقة العمل بتاعها. محتاجين نكتب هذه يا إخواننا، هذه القضية مهمة. ليش؟ هذه هي الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن. أرجو أن نلتزم بذلك، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم. أنا كملت في اتجاهات اخرى، وهي الطوعي والمؤسسي. ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع ما هو مرن قائم على التطوع والمشاركة بقطاعات اوسع من الناس، ونبقى في قلب مؤسسي بحيث هو يدير هذه الامكانات والرأس المال بصيغة مختلفة يعني. وثلاث حاجات حضرتك تحدثت عنها، بس انا هحط يعني مصطلحات على الكلام اللي حضرتك قلته. هي الغموض، ان احنا نعيش في بيئه فيها درجه عاليه من الغموض، ليس كل الامور وليس كل العناصر متاحه ومعروفه، هناك امور كثيره فيها غموض. التعقيد، ان احنا نشهد تعقيد العوامل. الدول الان تكون تتحارب وفي نفس الوقت التجاره شغاله، مقاطعه سياسيه ولكن ميزان تجاري متناغم، يعني في تعقيد بيحصل في المشهد. ثم التسارع اللي هو لا يمكن احيانا الاطراف من ان هي تدرك بسهوله ما الذي يحدث يعني باي ذا تايم، عندما ندرك يكون هم دخلوا في مرحله مختلفه من صياغه السياسات، طرح البدائل والخيارات، ادخال اطراف. وانا يعني حضرتك ذكرت ده ايضا. المساله الثالثه هي فكره الدين والعاطفه السياسيه والمشهد السياسي الدولي اللي هو بيقدم إلينا من خلال دراسة العلاقات الدولية أو ما يكتب عنها والتحليلات، باعتباره مشهد درجة كبيرة عقلاني وعلماني. ده اللي بيتقال يعني من الدولة القومية حلت محل أطر أخرى كانت في تاريخ العلاقات الدولية. حضرتك بدأت من القرن الـ19 وقد يكون أسبق من هذا يعني. فأعتقد إنه النظر، كنت امبارح بشوف فيديو صغير كده، فبوتين واقف مع طفل صغير وبيقول له إيه حدود روسيا؟ فالطفل قال له حدودها الشرقيه حدودها الغربيه، فضحك كده وطبطب على كتفه وقال له روسيا لا حدود لها. فافتكرت تتمدد بقيه وتتمدد. فيعني المساله فيها مشهد يعني. الامر اللي حضرتك ايضا ذكرته هو الدعم الذي تحصل عليه الاذرع الاغاثيه والانسانيه واذرع في المجتمعات المدنيه القوميه من الدول بشكل حتى يخالف سياستها. ده معناه انه في ندخل في الغموض، انه في تراكم في السياسات والاهداف، حتى احيانا يعني يبدو وكانه في تناقض، لكن اكيد في منطق عندهم هم، زي ان ماكرون مع يعني حربه الشعواء على الرموز الدينيه في المجال العام اعلن من حوالي شهرين مضاعفه التمويل للمدارس الكنسيه في المشرق، في المشرق العربي هيضاعفوا تمويل المدارس المسيحيه الكنسيه اللي هي مش موجهه فقط للمسيحيين، بيدخل فيها ايضا عمل ممكن يكون فيه بعد تنموي وتعليمي وكذا. واللي حضرتك قلته عن مساله اعاده تشكيل وهندسه المجتمعات، انه حتى في الترانس بوردر اللي اتكلمت عليه لما بيتوزع ويتشتت الهجره واللجوء، انت في الاخر بعد 5-10 سنوات بيبقى عندك ثقافات فرعيه موجوده. حتى لو الناس رجعت هتبقى راجعه بثقافات مختلفه، هتبقى راجعه بخبرات مختلفه، بطرق تعليم تعلمها لاطفال مختلفه، باداره المشهد بطرق مختلفه. أخيرا وليس آخرا، في ديزاين وفي ملء فراغ.
يعني منذ سايكس بيكو في المرحلة اللي سبقت سايكس بيكو تم تحريك من خلال نزاعات، تم تحريك كتل مسيحية من شمال شرق إلى وسط، وتم تحريك كتل كردية من وإلى من أجل وضع الحدود بحيث أن تنشأ النزاعات تفضل كاملة ويمكن تحريكها وقتما يراد هذا. الأمر الآخر هو شغل الفراغ، أنه بتنشأ أطراف تشغب على المشهد فتؤسس مؤسسات في ظل النزاع بحيث أنها تبقى موجودة على الترابيزة وقت التفاوض. فكل ده تشابكات، برجع تاني لكلمة الكومبلكسيتي اللي حضرتك اتكلمت عليها. فالمشهد فعلا معقد، وانا يعني قبل ان افتح الباب انا حضرتك سألت الاستاذ مصطفى خنفر لما كان بيتكلم، وهو اتكلم على ان احنا على ابواب حرب عالمية ثالثة تنزل بيها المشاهد والمتغيرات اللي احنا بنشوفها. وفي الحقيقة انا يعني ما علقتش بيها، بس انا اختلفت معاه انه احنا في الحقيقة في قلة، انه اللي حضرتك وصفته ده ان احنا عندنا كتائب في هذه الجيوش، هي كتائب تأخذ أدوار مختلفة. فإذا احنا أدركنا إعادة تعريف الحرب في المشهد في خلال 30-40 سنة اللي فاتوا، هنفهم إنه بعض المشاهد اللي احنا بنشوفها سلمية هي في الحقيقة تدار بعقلية عسكرية وبعقلية استراتيجية عسكرية، مش استراتيجية بالمعنى المدني يعني. طيب أنا أتمنى إنه اللي عايز يعلق أو يعقب يرفع يده عشان أقدر أحدد عدد الدورات اللي هناخدها. فأنا عندي 1-2-3-4-5، فهبدأ بالدورة دي ثم تفضلي حبيبتي.